أمل محمد ربة أسرة مكونة من بنت وولدين، تتعامل في مجتمعها الضيق مع العادات والتقاليد التي تربط بين الختان والعفة والسلوك القويم للفتيات، لكنها ترفض وبشدة إجراء عمليات الختان لابنتيها في وقت يفتخر فيه أقرانها بختان بناتهن بدعاوى أخلاقية ودينية واجتماعية. سبب لي عقدة نفسية، لأن أولاً دي حاجة ربنا خلق المرأة بيها، المفروض إن محدش يجي جنبها، لأن ديت حاجة طبيعية ربنا خلقها فيها. إحنا بنقضي على الست وعلى نفسيتها وبتعيش طول العمر بيها. فطبعا احنا كنا صغيرين ما نفهمش كده، هم اهلنا تورثوها، لكن انا عمري ما هورثها لبنتي. الضغوطات دي بقى بواجهها، ان هم لما حد بيجي يتدخل او كده بحاول اقنعه بطريقه علميه، وان الحاجه ديت انا مريت بيها وعن تجربه اثرت عليا نفسيا وجسديا. واذا كان هذا موقف امل الرافض لختان ابنتها، الا ان الظاهره لا تزال مستمره رغم تجريم القانون لها منذ سنوات في اعقاب عده عمليات ادت الى وفيات، ورغم حملات توعيه وتاكيد من علماء الدين بان هذه الظاهره لا سند لها من الشرع والدين. انا رافضه الموضوع ده رفض نهائي، لانه مش مذكور في القران، وهم بيقولوا ان هو جاي في حديث بس حديث ضعيف، ما عادتش منتشره زي الاول، هي قليله قوي بس والنسبه الكتيره فيها في الريف، لكن في الحضر ما اعتقدش الا بتبقى في نسبه قليله قوي. على الرغم من صدور حكم تاريخي في يناير الماضي بسجن طبيب اجرى عمليه ختان ووالد الطفله، الا ان عمليات الختان ما زالت مستمره وتجري على نطاق واسع، لا سيما في الريف والوجه القبلي.